كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مولود شاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا. وناقش سموه ومعالي مولود شاووش أوغلو العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وملف استقرار الأسواق الطاقة والغذاء في العالم. أعتقد أن هذه العلاقة تستطيع أن تحقق الكثير من أمال وطموحات الشعبين، ولكن أيضا في نفس الوقت تستطيع أن تعزز من مكانة تركيا الإقليمية ومكانة الإمارات الإقليمية. ذكرتم مع الوزير مسألة اتفاقية الشراكة التجارية بين الإمارات وتركيا، وأنا حقيقة آمل أن نستطيع العمل سويا لدعم فريقين، الفريق التركي والإماراتي، للإنهاء من هذه الاتفاقية. نستطيع أن نضاعف التجارة بين البلدين صحيح، ولكن نستطيع أن نعمل أكثر، نستطيع أن نعمل أكثر كما ذكرتم في تعزيز شراكتنا حول العالم. أفريقيا نموذج ممتاز لذلك، إن كان في مجالات التنمية، إن كان في مجالات الشراكة التجارية، إن كان في مجالات إنعاش و تهيئة الظروف الأفضل للصناعات والشركات الإماراتية والتركية.